السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى واجمل بنات في الدنيا. النهاردة حبايب قلبي ان شاء الله جايب لكم وصفة جميلة جدا لتفتيح وتبييض البشرة، رائعة جدا ومكوناتها طبيعية وبسيطة جدا زي ما احنا شايفين كده، مكونات طبيعية جدا ولكن انا هضيف عليها اضافات بسيطة خالص. يلا خليكم مع جيجي علشان نشوف هنعمل وصفتنا دي ازاي وايه اللي انا هضيفه على المكونات بتاعتي دي. اول حاجه هحتاجها معايا ان شاء الله هي قطعه صغيره من الخيار، برضو هحتاج نص طماطمايه، هحتاج نص حبه من البطاطس، وهضيف عليهم ايه. هنحتاج معلقه واحده من حليب البودره، حليب البودر، وهنحتاج معلقه واحده من النشا. يلا هنعمل الوصفه وهنقول هنستخدمها ازاي. لو اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش تضغطوا على اشتراك او سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ولو عجبكم الفيديو يا ريت لايك وشير عشان الكل يستفيد. اول حاجه انا هاخد طبعا من الخياره هاخد بس نصها، البطاطايه هاخد نصها، برضو الطماطمايه هاخد نصها. بالشكل ده انا اخدت من كل نوع نص فقط. هبدا بقى ابشره في المبشره بتاعتي دي. انا بشرت الطماطم وبشرت البطاطس وبشرت الخيار، وبقى معايا بالشكل اللي احنا شايفينه ده مبشور الحاجات اللي انا بشرتها. هبدا اعمل ايه بقى دلوقتي؟ هبدا اجيب الطبق بتاعي وهجيب المصفى وهضيف كل المكونات اللي انا بشرتها ديت وهصفيها كويس جدا. انا هاخد بس العصير اللي هينزل من الوصفه بتاعتنا دي بالشكل ده اهو، هنضغط كويس بالمعلقه كده علشان نصفيها كويس جدا. وكده انا معايا العصير اللي انا هستخدمه زي ما انتم شايفين كده اهو، ده اللي انا هستخدمه في الوصفه بتاعتي. طيب هستخدمه بقى ازاي؟ هنضيف بقى عليه معلقه واحده من حليب البودر، حليب اي حليب بودر سواء نيدو او اي نوع، بس المهم يكون حليب بودر. هنضيف معلقه واحده وهضيف برضو معلقه من النشا او الكورن فلاور بالشكل ده، وهنبدا نقلب الوصفه بتاعتنا كويس جدا. هنستمر في التقليب علشان تديني القوام الكريمي اللي انا عايزاه بالشكل ده، وهقول لك دلوقتي هنستخدمها ازاي. كده القوام اللي انا عايزاه بالظبط زي ما احنا قلنا. هنبدا بقى نستخدمها ازاي. زي ما قلنا قبل كده طريقة استخدامنا الصح لأي وصفة هي اللي بتخلي الوصفة دايما ناجحة معانا. كل اللي احنا هنعمله طبعا هنغسل بشرتنا كويس جدا بالماء الدافئ، لازم المية الدافئة يا بنات عشان نفتح المسام. بعد كده هنعمل ايه بقى؟ هننشف بشرتنا ونجففها كويس بالمنشفة بتاعتنا قبل ما نضيف الماسك بتاعنا، وهنجيب الماسك بتاعنا كده وهنبدأ بقى نضيفه على بشرتنا، على بشرة نظيفة. هتبدأي تدهني كده بشرتك وتوزعي الماسك كده حتى على العنق، حاولي توزعي برضو على العنق عشان تعملي توحيد للعنق والرقبة وبشرتك يبقى لون واحد كلها. بالشكل ده هتوزعي على كل البشرة وهتسيبيه تقريبا ربع ساعة تلت ساعة، هتبصي تلاقيه بدأ يجف كده. لما يبدا يجف على البشره هتبداي بقى تغسليه بالماء البارد. زي ما انتم شايفين كده انا وزعته على ايديا، بيعمل تفتيح جميل جدا ان شاء الله، ووصفه ناجحه وهتبقى نتائجها كويسه جدا وهتعجبكم باذن الله. هنسيبه على البشره زي ما قلنا من ربع ساعه لثلث ساعه، هيبدا يجف وهنغسله بالماء البارد. كرري الوصفه ديت كل يوم وهتشوفي نتيجه كويسه وبياض ولا بياض القمر باذن الله. يا رب الوصفه النهارده يا بنات تعجبكم، وان شاء الله تكون نتيجه فعاله وتكون كويسه معاكم. اذا عجبتكم الوصفه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، شيروا الفيديو لكل اصحابكم على الفيسبوك وعلى الواتساب وانستجرام، وان شاء الله انتظروني في فيديو جديد ووصفه جديده، وما تنسوش لايكات كتير لجيجي، واشوفكم في فيديو جديد مع جيجي كل حياتي. Oh, 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 oh
لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد.